بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. نقول لنتنياهو الذي يدعي أنه قضى على الكتائب الأربعة في لواء رفح ويبحث عن النصر المطلق في هذه المدينة، نقول له أننا نسحق قواتك على جميع محاور القتال في الكتائب الأربعة ومستمرون في إعداد الخطط وانتقاء الأهداف بعناية فائقة، وأن النصر الذي تبحث عنه هو وهم وسراب. ونذكرك بمجزرة الدبابات في الكتيبة الشرقية التي نفذها مجاهدون بكل جرأة واقتدار وبكمائن الموت في كتيبتي يبنى والشابورة، والتي أعدها مجاهدون باحترافية عالية من تفخيخ للمباني والأنفاق واستدراج الجنود إليها وتفجيرها فيهم، وبعبوات العمل الفدائي في الكتيبة الغربية التي انقض فيها مجاهدون من جواسب شجاعة واستشهاد، وقاموا بتدمير دباباتكم وحرقها وجنودكم بداخلها. وإذا لم يخبرك ضباطك بما حدث لهم في استهداف ناقلة الجند بصاروخ موجه من نوع السهم الأحمر، فلترى ما ينتظر آلياتك وجنودك في هذا الاستهداف الجديد. تمام ارفع لفوق شوي. يا الله اكبر. Thank you.